تفاصيل تتجسسين على رأيك؟ أنا آسفة عصام بس كانت عندي أسباب. خلني أقول ما عندك ولا سبب يبرر فعلتك هذه. خلني أشرح لك. ما بسمع شرحك تشرحين كل شيء واضح. أنك تشكين فيني وتوسوسين ما علي، أنك تراقبيني وتطبين علي الدوام هم طاف، بس تسجليلي تتجسسين علي هذا شيء عمري ما طوفه. أنا لو مو حاسة بالذنب وحاسة إني غلطانة كان ما اعترفت لك. أنت إيش دراك أصلا لو أنا مو قايلة؟ لا 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 لا، أنت خايفة أن سعاد تقول لي. سعاد تدري صح؟ سعاد تدري انك مسجلت لي؟ اخ متى تيوز من الكلك هذه؟ عصام سعاد ما لها شغل، هي سوت كل هذا علشاني انا وعمتي ضغطنا عليها. ضغطتوا عليها لين خليتوها تدري بشيء انا ما كنت ابيها تعرف عنه، والحين راح اقعد احاتي واخاف انها تتكلم. سمعي ابتسام، انا قلت لك اللي عندي، كل شيء ممكن اطوفه وابلعه الا انك تتخليني من قيمه زواجك قدام اي احد حتى لو كانوا اهلي. انا ماني ماجد، انا اطق الحب الطوفه واجوس عليه عشان كرامتي. أنا رايحة بيت نجاة، ولي رد كل شيء نفس ما كان تصلوا فيني عشان أرد. طول زواتنا عمري ما ننت بالصالة ولا ننت برا البيت. شلون أنت الحين تنامين برا؟ إحنا مرينا بظروف أصعب، مشاكل أكبر، خلافات لليوم ما حليناها، بس ما حد فينا هد البيت. ليش تبين تهدينا الحين؟ لأن أول مرة أحس إني ما أعرفك، ما أعرف الشخص، ما أعرف الصوت، ما أعرف التصرف. أنت أول مرة تقول كلمة تكسر قلبي فيها يا عبد الحميد. اللي صار مو بيدي، هي صدق كانت لحظة واحدة، بس لا تنكرين انها كانت نتيجة لحظات تراكمت على بعضها. الضغط يولد الانفجار يا فضة.